هالشكل؟ او عاملين عن قصد حتى ما تصير معها ذنوب. شو بكن جدو؟ شو بكن انت وياها؟ لسا ما حنكن تستسلموا؟ شو ما حلنا؟ صرنا فيها اكثر من 10 ايام. اذا هيك لابد من طريقة تانية غير الطريقة اللي عم تشتغلوا فيها. والله شي بجنني. هي وينها؟ جربت كل القطع مالك بيت. لا اكيد في غلط، كأنه القطع مو لهالصورة. طولوا بالكم يا جدو، طولوا بالكم، هي عم تصير شوي شوي. شو شوي شوي؟ رح تطلع روحي. جدو انت شفت الصحن اللي جبته معي؟ شفناه. شو بو؟ انت فكرك هيك من اول ما اشتغلت فيه رأسا زبط؟ شو يعني جدو؟ شو دخل هي بهي؟ ها الظاهر صار بدنا حكاية لحتى نفهم شو دخل هاي بهاي. تعوا معي يا جدو. عدو. كان يا مكان بقديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان في شه بندر غني كتير، وكان كمان عنده بنت حلوة حلوة اسمها قمر الزمان. هل رأيت أيتها الزوجة الصالحة؟ أجمل وأرق وأنبل من ابنتنا قمر الزمان. أو تقول لي وأنا أمها أيها الشهبندر؟ أم أنك لم تلاحظ عيناها؟ عيناها اللتان تشعان كشمس النهار. ألم تلاحظ الوردتين على وجنتيها كيف تفتحتا على الدوام؟ أما شعرها الأسود الفاحم، إنه يضاهي سواد الليل البهيم أيها الشهبندر. ألم تلاحظي أيضاً أن ابنتي قد أصبحت في سن الزواج؟ زواج؟ ماذا تريد أن تقول أيها الشهبندر؟ ترى من في هذا الكون يستحق أن يحظى بابنة قمر الزمان جوهرة نادرة؟ صحيح، ولكن لابد مما ليس منه بد. يجب أن نختار لها عريساً مناسباً. عريس؟ وأين هو في هذا الكون؟ إنه لم يخلق على وجه البسيطة بعد. لابد من وجود شبان أغنياء أقوياء في هذه الدنيا، ولابد أن يستحق أحدهم مولاتي قمر الزمان. ولكن أين هو من ذكر؟
كيف لنا أن نتعرف عليه؟ ولا بد من وجود شبان شجعان وسيمين يستحق أحدهم مولاتي قمر الزمان. أهلا بك يا ابنتي. أهلا بقمر الزمان، تفضل يا ابنتي. ولكن كيف لنا أن نعرف أشجعهم بل وأكثرهم وسامة؟ كيف لنا أن نتعرف عليه أيها المستشار الطيب؟ لا بد من طريقة، وطريقة مضمونة يا مولاي، كي نجد الشاب الأشجع والأغنى والأقوى وحتى الأكثر وسامة. وهل لديك مثل هذه الطريقة يا مستشار العزيز؟ من شروط الزواج المتكافئ يا مولاي أن تتزوج الفتاة من يهفو إليه قلبها ويوافق عليه أبواه، وأن يبادلها الحب والعطف والحنان. وكيف لنا أن نوفق لما تقول أيها المستشار؟ هل توافق مولاتي على ما أقول؟ أوافق أن أختار زوجا أحبه ويحبني ويوافق عليه والداي. ونعم القول يا ابنتي. والآن هات رأيك أيها المستشار. في حديقة القصر يا مولاي بئر مرصودة، مرصودة مذ كان القصر ملكا لأحدهم، وقد كان يقوم برصده على نية ما، كأن تبور تجارة فلان ويمحق زرع فلان وهكذا. وهل تعرف مكان هذا البئر؟ وهل تعرف كيف يرصد؟ إليك هذا الخاتم يا مولاتي. إن من يملك هذا الخاتم في إصبعه يمكنه أن يرصد البئر حسب النية التي يريد. هل توضح لي عمله أيها المستشار؟ ما عليك إلا أن تغمضي عينيك وتلمسي الخاتم بعد أن تضعيه في إصبعك بطرف أناملك، ثم تتمني على الله أن يرزقك بابن الحلال الذي ترغبين به. والآن علينا أن نعلن على الناس أن من يرغب بالزواج من قمر الزمان ابنة شهبندر التجار، ما عليه إلا أن يملأ البئر ذهبا وجواهر. ومن يملك أن يملأ بئرا ذهبا وجواهر؟ ليست أي بئر، إنها البئر المسحورة يا مولاي، ولسوف تمتلئ من تلقاء نفسها حين يكون طالب يد مولاتي قمر الزمان هو بعينه من تمنته زوجا لها، حتى لو رمى قطعة ذهبية واحدة. الحمد لله، الحمد لله، الآن اطمأن قلبي، فلن يتزوج ابنتي إلا الفتى الذي نتمناه جميعا. إعلان عام، إعلان